يا رجاله وبنات، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ عم نعمل لكم ريل وفيديو جامد جدا جدا هيعجبكم، وفي مفاجاه هتعجبكم وكلنا مستنيينها ومستنيكم. بكره ان شاء الله الريل هينزل، الفيديو هينزل ان شاء الله. سلام. اسمعوا بقى الصوت ده، دوس بقى، سمعنا كده مع الاغنيه من قشطه. افتح دور ورينا، دوس دوس يا خالد. بص، دي رولز رويس كولينن كيفاني، الوحيدة البيضة اللي في مصر عليها شكمان كيفاني. بص مع الشنط بتاعها، مع الانتير بتاعها. بص الفيديو، حتى جبنا له البدلة دي نفس لون الانتيرير ده، هيعجبكم قوي الفيديو ده ان شاء الله، حاجة كلنا مستنيينها. بص دي بونس، دي ما كانتش معمولة في الحساب. دي افتح كده الكابوت، سايبر تراك. طب استنى نخش نجلس فيها، تفتح لي. ايوه خلي بالك. ماشي. بص يا شباب، بتدوس فرامل، بتحط الكارتينة وهي بتدور، بتطلع قدام كده. تطلع قدام تروح فين؟ تمشي عدي. طب يعني هتمشي ازاي؟ لا عشان تمشي. استنى عايز اخش، مش عارف اخش. ايه في هنا بقى؟ ممكن تعمل منها اللايت شو، هنشغله. وبتتحكم بقى في العربية كلها من هنا، وفي برضه في تسلا. ايه ده؟ ايوه صح. بص ده لايت شو كده، لايت شو يعني هو اللي انتوا شايفينه ده بصوته بتاع، سامعين الصوت؟ جامدة. ايه هنجرب امتى بقى؟ هنجربها ايه؟ الاستون ايه؟ اللوتس ايه؟ يلا نازل الشباب اهم. وفي هنا بقى ايه؟ تلاتة كولينن، في واحدة سيلفر بادج العادية اللي هي دي 560 حصان، ودي البلاك بادج 600 حصان، والنوفيتك 700 حصان. التلاتة 12 سلندر، والتلاتة 6750 سي سي. 560 600 700 حصان، صح ولا انت ايه رايك؟ صح. ايه بقى احلى واحده فيهم؟ ايه هو الفيديو بتاع بكره ملوش دعوه باي حاجه من اللي احنا بنعمله ده، بس يعني ده كده بونس يعني. ثلاثه اورنج من جوه، برتقاني من جوه. طيب افتح كده، او حتى من غير ما تفتح اهو، دي برتقاني في اسود، دي برتقاني جدا، ودي ابيض في برتقاني. اني احلى واحده بقى؟ يلا فتح. بص دي فيها البيزنس سيتس اللي هي ايه، كرسيين غير غير مثلا، استنى كده، دي برضو غير دي اهي، استنى كده. بص دي كنبة، دي السيلفر بادج، ها دي اللي هي اقل واحدة فيها، ودي البيزنس سيتس، والكيفاني اللي احنا صورنا فيها عادية برضو من جوه، بس طبعا الانتيريور بتاعها عالمي. انا بحب الانتيريور الابيض ده جامد جدا. قول لي V63S فاينل اديشن. فاينل اديشن ماشي، واحدة من 999. ماشي، دي الوحيدة في مصر. كم سي سي بقى، وكم حصان، وكم سلندر يا باشا؟ V8 4000. لسه هتخش على جوجل؟ راكب العربية يا عم ومش حافظ. طب يلا، طب سمعنا صوتها، طب دور وسمعنا. في 8 حلو، مركب عليها اي شكمان ولا هي داون فاينل؟ لسه ملين حالا، لسه ملين. ماشي امسك الشيفت الشمال، ما شاء الله.
اس بلس بقى دوس اوف ما شاء الله دي لو ركب عليها داون فايلز لسه ماشي تعال اخش ماشي طب ماشي بص احنا يعني ما شاء الله هنجرب بقى العربيتين دول ماشي حظنا حلو هنبتدي بأني واحده ايه مش عارف اركب بنزين بقى اركب كهربا ماشي بنزين بعدين كهربا نيشا اركب بقى طب يلا تعال كرسي سبورت خالص على اخر ماشي مسيف القعده بتاعتك اه ده واحد اوكي حلو ان شاء الله بوظت الاجواء الدنيا وال ده ستوك لا ده انا مركبه عشان اخلي بالي على الطاره بس اوكي فين بقى ايه؟ عندي لف احسن لف مش عارف فين ايه فورج يعني؟ او انت فاهم ماشي ماشي هي كده معموله اس بلس كده؟ كده معموله ريس اصلا طيب مش شايف حاجه انت ازاي شايف؟ التاني احسن مني حاضر حاضر الف فورج يعني؟ طيب ماشي متاكد مفيش مطبات ها؟ خلفي ها؟ لا رباعي بجد؟ بس فيها خلفي فيها اوبشن تخليها خلفي؟ في مطب تاني هناك؟ تحت الكوبري وبعدها مفيش مطب لا هنا بنقص انا سمعت صوت البلو اوف التربوهات سمعت صوت التربوهات؟ العربية دي ممكن يطلع منها شغل جامد خلي بالك ممكن تظبطها كام قلت 620؟ 630 عادي جدا توصلها 730 بس فاينل اديشن مش عايز انا طب ايه داون بايبس اي حاجه ما بفكر اركب شك... ايه في مرسيدس بقى مرسيدس نفسها ركب يا باشا كده فتحت اهي ما شاء الله لا جميله حلو فوق كمان بتبان اكتر مرسيدس برضو لما بتعمل حاجه محترمه هو دي 63 طول عمرها عربيه حلوه الصراحه عالمين فيه نص مطب ماشي عفشتها حلوه طبعا عفشه مرسيدس صوت الشبان هيبقى جامد لا
طب هنا؟ لا بس في اللي قدام بس في العالم. يعني باكيت سيتس اول ما انا قلت على الباكيت سيتس دي اللي هم سبورت سيتس وفيها البرمايستر السماعات حلوه وده اسود مط ستوك. ايوه ما شاء الله جميله وعليها نتشت في تيستك بوم كده مع البادج بتاع الافرتربخ. تعالى بقى ايه نجرب اللوت التسلا. ها شايف الشنطه عامل زي بتاع المحلات. ده جامد الحوار ده. ماشي اقفله بقى عشان نطلع نجري. يلا بص الجنط عربية غريبة الصراحة. الباب حديد لدرجة انه ممكن بص بيعور. ماشي يلا بينا. بص مفيش فتيس. ها لا هتحط دوس فرامل. ايوه دوست فرامل بس كدرت كدرت. يلا بينا. اوكي الفتيس احنا قلنا هنا هو من هنا برضه انا كده حركتها. ماشي ريفرس. اوكي حط ريفرس والطريقة دي ما بتعملش حد الاخر. اوكي ليه؟ عشان هي اصلا معموله. طب استنى انا لازم اهدى. اوف اوكي بس انا لازم اتعود على الوسط بتاع بيتحرك ازاي الكاوتش اللي ورا. طب انا هتعود بس على الدايمنشنز بتاعها قبل ما غريبه شويه قبل ما اسوقها. غريبه شويتين. غريبه قوي. عربيه من الفضاء. اوكي 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 حط دي بقى. اوكي اوف اوف لا 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 ده ايه الجو ده. الله 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 داينامكس سبورتس ده كام سبورتس. بص الازاز انت كده. بص العربيه دي على فكره يعني محتاجة انك تفهمها قبل ما تسوقها. مش من العربية انك تدور وتمشي على طول. بس مش هندوس بنزين نجرب. يلا اوكي في حد بيعدي. شايف هذا الرجل؟ هو مفيش انا بتاع بيرعش هنا. انا عايز ارعش. هو بترعش من هنا من ده. ماشي اوكي عفشتها تستحمل. حلو عربية فضاء فضاء يعني. فراملها ايه رايك في فراملها ولا عشان لسه ما طبعتش؟ لسه ما طبعتش مش احسن حاجة. بس دايما اللايت جنب اللي